بعد ارتفاع منسوب مياه شط العرب، المياه تجتاح منطقة باب الهوى بقضاء شط العرب شرقي البصرة. الآن نتابع هذه المناشدة وسجلها أحد سكان المنطقة في قضاء شط العرب. الناس لا حقوق لهم، متضررين، مرضى، كثير من المعوقات جاي يصيب المواطن البصري. النوبة تجون تضيفوا له معاناة. لاحظوا هذا السيول، لاحظوا شوفوا السيول، وهاي واصلة إلى ذيك المناطق، وهاي كلها دور سكنية. خلي أجسد لكم من مكان ثاني، انتظروني. هذا مكان آخر في المنطقة، ذاك النهر المحاذي لهذه المنطقة. لاحظوا مياه السيول، لاحظوا أحبتي، هذه كلها مياه سيول أصابت المنطقة وأدت إلى عوق الناس، يعني ضررت مصالح الناس. هذه الناس كلها تركت البيوت، لاحظوا تركت بيوتها هذه الناس. ذاك الرجل اللي تشوفونه لوحده أخذ عائلته وراح، لأنه منين يطلعون العوائل؟ منين تطلع؟ لاحظوا أحبتي، منين يطلعون العوائل؟ ما يستطيعون يطلعون، يعني جاي تتعرقل مصالحهم. وريد استجابة لهذه الكوارث البيئية اللي جاي تصيب المواطن الفقير، اللي إلى حق على الدولة وعلى المسؤول أن يراعي ويلتفت له. كفاكم خذلان، كفاكم ذل، مو أذيتوا الناس، والله أذيتوا الناس.